السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ليلى للطبخ الأصيل. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طنجية المراكشية، كيفاش نتحضروها في القلوشة وطيبوها فوق الفاخر في المنزل ديالكم بلا ما تحتاجوا تديوها حتى الفرناتشي. النتيجة كتجي نفسها، كتجي لذيذة بزاف، طيبة لحقة وطريقة، وكتجي معلكة. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. إذا كانت هذه أول زيارة لكم القناة، شاركوا وفعلوا الجرس باش تصلوا بالجديد. ما تنسوش تشجعوني باللايك ديالكم وخليوا لي الرأي ديالكم في التعليق. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، أنا هنا غنشارك معكم المكونات الأساسية، يعني هي اللي كاينة في الطنجية المراكشية اللي كنديو الفرناتشي. بساط بزاف، قلالين، ما تحتاجش مقادير بزاف. عندي هنايا اللحم كناخذو دائما الملج هو اللي كيجي زوين في الطنجيه. ها انتما عندي كاس ديال الزيت البلديه ما عامرش، ممكن تستعملوا خليط ما بين الزيت البلديه والزيت النباتيه. كاس ما عامرش ديال الماء اللي كندوب فيه هاد الزعفران الشعره. عندي هنايا مصير. بالنسبه لهاد الكميه باش ما تجينيش الطنجيه ديالي مالحه بزاف، خديت نص حامضه مصيره. المصير خاصو يكون قديم شي شويه، يعني يكون معلك مزيان ويكون تتيتبدل ليه اللون ديالو بهذا الشكل، هذا تيولي غادي الماغون شي شويه. هنا عندي الكمون البلدي. الكمون البلدي كنقيوه كندوزوه شي شويه في المقله وكنطحنوه في الوقت اللي غنحضروا هذه الطنجيه. هذه هنا كيعطي داك الجهد ديالو، كيعطي الريحه، كيعطي واحد النكهه اللي هي يعني باينه بزاف في الطنجيه، ماشي بحال الا استعملناه كان قديم شي شويه او لا مطحون من قبل. ممكن ايضا تستعملوه هكا بلا ما يكون مطحون، ولكن غيخصكم تحكوه مزيان بين يديكم. بالنسبه للثومه، عندي هنا هذه الكميه ديال الثومه، انا قشرتها وقطعتها كل فص قطعته على جوج. ممكن نستعملوا الثومه هكا، يعني نرميوها في القلوشه ديالنا بهذا الشكل هذا. وهنايا عندي السمن المذوب، ما كنحتاجوش فيها السمن بودرة، كنحتاجو السمن المذوب هو اللي كنستعملو ان شاء الله في هاد الطنجيه. ومن طبيعه الحال هنايا هذه هي القلوشه فاش كنديرو الطنجيه ديالنا باش كنصيفطوها للفرناتشي. واخا انايا اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كيفاش نطيبوها في الدار ديالكم فوق الفخر، كتجي هائله وكتجي تماما بحال الا راها طايبه في الفرناتشي. ها نتوما هذه هي القلوشه اللي كنحتاجو لهاد الطنجيه هذه. ومن طبيعه الحال باش كنغطيوها، عندي هنايا ورق الزبده، وغنحتاج هاد السلك هذا اللي كنسدها به مزيان. ممكن تستعملوا حبل، داك الحبل اللي كيكون رقيق. نبداو على بركه الله. كناخذوا القلوشه كنديروا فيها اول شيء اللحم، كنضيف عليه الثومه. انا هنا غندير بالنسبه للكمون غندير جوج معالق يكونوا كبار عامرين مزيان. غنضيف الحامضه مصيره اللي زولت ليها هذوك العظومه باش ما يطلقوش لينا هذيك المروره. غنضيف السمن تقريبا واحد المعلقه كبيره ونص، ممكن معلقه واحده. غنضيف الزيت البلديه، ثم غنضيف الكاس ديال الماء اللي ذوبت فيه الزعفران الشعره. فقط هادو هما المقادير اللي غنحتاجو لهاد الطنجيه هادي ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نسدو عليها، خاصنا نزيرو عليها مزيان. كناخذو هاد ورق الزبده هانتوما بهاد الطريقه هادي، تيخصنا نزيرو عليها مزيان حيت هي ما تيكونش فيها الماء بزاف، تيخصها طيب يتجمع فيها الصهد لداخل. كناخذ هاد السلك هذا، كما قلت لكم ممكن تستعملوا الحبل، غير انا كيجيني هاد السلك هذا تيكون اسهل اننا نجمعو مزيان. هانتوما وهنا غادي نبدا نجمع بهذا الشكل هذا ونزير عليها مزيان. وكناخذ هذا الشيء اللي كيتبقى لنا في الاطراف ديال ورق الزبده كنطويه باش ما تنخرج ليناش الصهد نهائيا، كنطويه بهذا الشكل هذا.
اخر مرحله كنشدوا الطنجيه ديالنا هكا وتنبداو نقلبوا فيها بهذا الشكل هكا باش هذيك المكونات اللي درنا ينسجموا لينا ويهبطوا لتحت ويغلفوا لينا اللحمه اللي عندنا هنا كامله. هانتوما كنحركوها بهذا الشكل هذا مزيان حتى كنتاكدوا بان راه اللحم ديالنا كاملها وصلتها العطريه. وغندوزو ان شاء الله نشوفو كيفاش نطيبوها. دابا ان شاء الله كما قلت لكم غادي ندوزو باش نشوفو كيفاش غادي نطيبوها. هو الاصل في هاد القلوشه هادي كنطيبوها في الفرناتشي، هو كيطيبها غير في الرماد. حنا بما اننا غنديروها في الدار كما كتشوفو هنا زنت الفاخر، هو غايبه لكم زاد مزيان ولكن راه غير شي شويه كيبدا كيطفى. هنا غادي نشدو القلوشه ديالنا. انا استعملت هاد المجمر هذا، ممكن اي نوع ديال المجمر يعني ممكن تستعملوها فيه. المجمر ديال الفخار حتى هو مدور، غير هو ما تغطسوهاش بزاف في الفخر، يعني ما يكونش الفخر وصل ليها مثلا حتى الربع ديالها. ممكن حتى الا ما كانش المجمر راه ممكن ديروا غير السطل ديال الصباغه. كاينين الناس اللي داروها في سطل الصباغه وزندوا فيه الفخر خلاوه حتى يعني تطفى شي شويه، وداك الرماد هو سخون غطسوا فيه مزيان هاد القلوشه هادي وخلاوها تطيب، راه تجي تماما بحال ديال الفرناتشي. هانتوما هنايا كما كتشوفوا انا غادي نوضعها، غادي نحاول هنايا ندير ليها بلاصه. من بعد راه حنا غادي ندورو عليها شي شويه هاد الفاخر هذا. وكما قلت لكم الفاخر ما خصوش يكون زاند بزاف، يعني ما تكونش العافيه طالعه باش ماشي تجهد عليها العافيه وتصدق طيبه لينا دغيا دغيا. هي كتبغي طيب على المهل. هانتوما بهذا الشكل هذا كندورو بها الفاخر، وراه شوي شوي هذا الفاخر هذا كيبدا كيهبط وكتبدا كطيب غير في وسط الرماد السخون. دابا غادي ناخذ فرشيت ولا موس ولا وغادي نحاولوا نتقبوا هاد ورق الزبده هكا غير باش تنفس. ضروري نديروا هاد المساله هادي حيت دابا ملي كتبدا كطيب كيطلع هذاك الصهد. كنشوفوا هنايا هاد الورق هذا بدا كيتنفخ بزاف، كيرجع ليه داك الصهد كيعرق تيبدا كيتفزق، يعني ما كتبقاش حابسه لينا داك الصهد مزيان. هكا ما حدا كطيب شوي بشوي هي كتنفس، اللحم ديالنا كيطيب على المهل، تتجي فتيه بزاف، كتجي مزيانه. ان شاء الله غادي تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نخليوها من بعد ما كدوز نص ساعه تقريبا، يعني الوقت اللي كتبدا كتغلى فيه شي شويه وكيوصلها تتوصلها السخونيه مزيان، غادي نبداو نهزو القلوشه وغنبداو نحركوها بحال كنقلبوا ديك اللحم، داكشي اللي لتحت نحاولوا نردوه الفوق. هكا ما تتبقاش نفس اللحم في التحت ديال القلوشه، يعني ما غاديش تلصق لينا ما حتى شي حاجه. مره نحاولوا نقلبوها اللي لتحت يولي الفوق، وحنايا غادي هكا حتى كطيب لينا. مره كنبداو نراقبوا الطياب ديالها. على راس كل 3 ساعات تقريبا راكم غتحركوها وغتشوفوا تقريبا هذاك الماء واش كينقص واش كيتزاد، وانتم غادي هكا حتى كتحسوا بها راه طابت. ماشي مشكل فاش كتقرب الطيب انكم تحلوها وتطلعوا عليها، الا بان لكم راه مازال فيها الماء غطيبها عاوتاني وردوها للفخر، يعني راه ماشي مشكل. وواحد المساله نبغي نشير ليها، الا كنتو يعني غادي تحطوا فيها اللحم حاولوا العظام هما اللي يكونوا لتحت، باش هكا العظام كيهزوا لينا الطياب على اللحم الفوق، يعني حتى الا كانت غتلصق ولا شي حاجه تيكون دوك العظام راه هازين ديك الحراره على اللحم، واللحم ما كتوصلهاش بزاف ديك العافيه. بالنسبه للوقت ديال الطياب ديالها راه كياخذ تقريبا على الاقل واحد ساعتين في الفخر، هذا الشيء الا كانت العافيه نتاع الفخر متوسطه. نتوما الا كنتو زربانين بها راه غادي ديروا العافيه شي شويه متوسطه، ما غاديش نقول لكم جاده حيت غادي تلصق ممكن تحرق، يعني متوسطه. وإلا كنت عندكم الوقت، إلا كان عندكم الوقت مزيان، يعني راه ممكن تخليوها غير في هذاك الصهد ديال الرماد وتخليوها طيب، راه ممكن تاخذ لكم حتى ساعتين ونص ولا 3 سوايع راه غطيب على المهل. دابا غادي نخليها هنايا فوق الفاخر تقريبا دوز واحد نص ساعه، وهنا غادي نبدا نحرك فيها ونشوف ديك الساعه غادي نبدا شويه بشويه نراقب الطياب ديالها حتى كطيب ليا ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله منين تكمل. وهذه هي الطنجيه ديالنا من بعد ما طابت كما كتشوفوا. انا هنا في الوقت خدات ليا تقريبا 3 سوايع، ولكن راه المده كتبقى على حسب الكميه ديال اللحم اللي دايرين وعلى حسب العافيه واش مجهده او لا. الطنجيه ديالنا كتجي معلكه مزيان، كتجي بنينه بزاف، مذاق ليها مختلف على الطنجيه اللي كنديروا في الكوكوت،
اللي ان شاء الله راني حطيتها في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعه. الا كنتوا اول مره كتزوروا فيها القناه شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات اللي كنزل. ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم وخليوا لي الراي ديالكم في التعليق وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا والعائله. كنشكركم على حسن المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ووصفه جديده على قناه ليلى لطبخ الاصيل. الى اللقاء.